اليوم نتحدث عن بعض التماثيل الصغيرة الموجودة في أوروبا والتي يعود تاريخها إلى ما بين 30,000 و 25,000 قبل الميلاد. تمثل هذه التماثيل التي تسمى فينيري شخصيات نسائية ذات خصائص بارزة للغاية، فهي تتمتع ببناء قوي وثديين واضحين للغاية وبطن ضخم وركين واسعين. في الصورة المجاورة لها يمكنك رؤية ما يسمى فينوس أوف ويلندورف الذي يأخذ اسمه من المكان في النمسا حيث تم العثور عليه. يعود تاريخ هذا التمثال الشهير إلى ما بين 24,000 و 22,000 قبل الميلاد. كما لاحظتم بالتأكيد تقودنا هذه التماثيل إلى التفكير في موضوع الخصوبة، أي في سر الحياة الذي يولد. تمثل التماثيل رمزياً امرأة ربما حامل، كما يجعلنا البطن الضخم نعتقد على استعداد لإعطاء الحياة وضمان الغذاء الوفير للشخص الذي سيولد. يلاحظ الثديين الضخمين والبناء القوية، لكن من يمثل هذا التمثال؟ نحن نواجه أول تصوير لإله في تاريخ البشرية. تصور التماثيل الإلهة الأم، الأرض الأم. فكر آباؤنا الأوائل في الأرض كأم تعتني بأطفالها. إنها لا تمنحهم الحياة فحسب، بل تطعمهم بوفرة الطعام. تحولت الأم إلى لحظة ولادة الأطفال، واستحضرت نفسها للحصول على وفرة من الطعام والحماية من المخاطر. لقد عهدنا إليها بأنفسنا في لحظة الموت، في إبداعاتهم الفنية الأولى. ترك لنا أسلافنا هذه الشهادة الرائعة، يعتقد أن الأرض هي الأم التي تعطي الحياة. هل سمعت؟ أعتقد أننا يجب أن نتعلم الكثير منهم للعودة إلى حب الأرض، التي ليست فقط وطننا، بل هي أمنا.